وإلى ملف حياة كريمة، حيث شهدت قرية الصمت بحري التابعة لمركز دشنة بمحافظة قنا تنظيم قافلة طبية مجانية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وتتضمن القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1000 مواطن، فضلا عن إجراء الفحوصات المعملية انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية. أنا كشفت النهارده، جيت أشكي من عين الشمال دي، طبعا ادوني ورقة ورحت أكشف عند الدكتور العيون، اداني اسمها ديت القطرة وأنبوبة، وأشكر الرئيس السيسي وربنا يخليه ويبارك لنا فيه يا رب. كشفت النهارده باطنة، بصراحة هنا في اهتمام زيادة على اللزوم، سيادة الرئيس مهتم بقرى الصعيد، واحنا بمحافظة قنا بقرية الصمطة مهتم بنا سيادة الرئيس، جبنا قافلات صحية مهتم بنا، بنكشف بالمجان وناخذ علاج بالمجان، المحتاج عملية بتتعامل له بالمجان.